مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج دقائق مع حكيم عيون، لنقدم لكم جزء من حلقة عمل الألوان، والتي كانت عبر برنامج طبابة ألف من إذاعة ألف ألف. أترككم الآن لتستمتعوا بالمعلومات القيمة التي يقدمها الدكتور محمد حنتيرة، استشاري جراحة العيون والليزر والمدير الطبي لمركز الدكتور البطل. أتمنى لكم وقتا ممتعا. عمل ألوان هو عدم القدرة على تمييز الألوان. بلاش كلمة عمى دي، لأن كلمة عمى يعني ما أشوف. صحيح. فهي القصة كلها إيه؟ إن إحنا نقول الطبيعي إيه وبعد كده نتكلم عن المرض نفسه. ربنا سبحانه وتعالى خلق جوه الشبكية مستقبلات للضوء. أربع أنواع، واحدة للأبيض والأسود وثلاثة للألوان. الأبيض والأسود دي اسمها عصي، وللألوان أقماع. والأقماع منها ثلاث أنواع، واحدة بتميز اللون الأزرق، واحدة بتميز اللون الأخضر، واحدة بتميز اللون الأحمر. والثلاث ألوان والثلاث أقماع دول يقدروا يميزوا 80 مليون لون. 80 مليون لون يعني 8 قدامها 7 أصفار. نعم، احنا يمكن اللي بنشوفها هي الوان قوس قزح. لا ده انتوا السيدات بقى يعني غير الرجاله خالص. انتوا تلاقي مثلا ايه اللون ده، تلاقي اللون تقول اصفر ليموني او اصفر منجاوي او مثلا اخضر تفاح، يعني درجات الدرجات. احنا الرجاله بنقول اصفر وخلاص الموضوع انتهى على كده. لا احنا بنقسمها الحقيقه يعني. الالوان متعدده جدا، وربنا سبحانه وتعالى يضع في العين الشخص السليم القدرة أن يقدر يميز حتى ما بين الألوان الرئيسية. دي حاجة لا يعلمها إلا اللي أصيب بهذا المرض. اللي عنده المرض ده بيحصل عنده إيه بقى؟ حاجة من اتنين، يا إما التلاتة مش موجودين أصلا وكده فعلا مش هيشوف إلا بالعصي، يعني لو الأقماع كلها مش موجودة، اتولد وهي مش موجودة عنده، يبقى هيشوف الدنيا أبيض وسود فعلا. بس أبيض وسود دكتور؟ أبيض وسود. لا إله إلا الله. ودرجتها يعني هي رمادية. درجات الرمادي ودول نادرين جدا جدا. لكن الأشهر هما أن يكون الصبغات موجودة جوه الأقماع لكن بدرجات أقل، فإما أن هو يشوف اللون أسود أو يشوف اللون مختلف. ناخد مثال، أشهر مثال إيه؟ إشارة المرور. نعم. يجي يبص على إشارة المرور، يبص على اللون، لو هو عنده ديفكت في اللون الأحمر يوم يلاقيها أسود أصفر أخضر. الأحمر هذا ما يشوف، مش موجود أصلا. طيب خلاص. أو يشوفها حاجة تانية، يشوف الأحمر يلاقيها برتقاني أو زهري. من ضمن الفحوصات اللي احنا بنعملها نشوف لهم عمل الوان، ده اختبار اساسي. طيب. ونفس الكلام بالنسبه للداخلين الطيران، اساسي ده ما فيهوش فيها كلام. ويفاجئ عنده 18 19 سنه نوعيه عامه، واول مره يعرف ان هو ما بيشوفش. يعني مثلا ما يكون يشوف اللون الاحمر او الاحمر دايما. معظم الناس اللي هم احنا بندخلهم يا الاحمر يا الاخضر هنا يا في السعوديه. معقول دكتور؟ طب يعني لان مش نسبه صغيره على فكره، انت عارفه كم؟ كم كل 10 فيهم واحد. بهذا اعتبرها نسبة كبيرة. أجل 10% من الرجالة، من 7 ل 10% ما بيشوفوش الألوان مظبوط. يعني ما السيدات 4 من 10، يعني كل 100 فيهم 4. بس والله يعني حرام، مثلا زوجتي لابسة فستان أحمر ما يدري أنها لابسة فستان أحمر. هو إيه اللي بيحصل بقى؟ من هو صغير وهو في أسرته هو شايف اللون الأحمر ده رمادي، شايف الأحمر رمادي، رمادي درجة من درجات الرمادي. فبتيجي أمه وإخواته يقولوا له اللون ده إيه؟ ما يعرفش، ده اسمه أحمر. هو ماخذ الاحمر في النمر حقته انه بالظبط كده. كل ما يشوف هذه الدرجه من اللون الرمادي دي اسمها احمر. فلما هيجي يشوف هذه الدرجه من درجه الرمادي دي، لم يقعد طول عمره لحد اما يوصل، لحد اما يكتشفها الدكتور بقى. سبحان الله. احنا بنكتشفها ازاي؟ بنكتشفها ان احنا بقى بنحط له خليط من الالوان. اول ما بنحط خليط الالوان ما يقدرش تقع طاقته على طول. ما يقدرش يقول لك لا انا لا دي ده اخطر ده او اصفر، لا انا مش شايف الرقم مظبوط. لذلك انا حقيقة ارجح للمستمعين الكرام، انا عامل اختبار بسيط على النت. انا عملت لريتويت. أيوة. في تويتر. ممكن حضرتك اللي يخشوا على حضرتك بالضبط. على حساب بتاعك على تويتر او حكيم عيون. حكيم عيون هيلاقوا الاختبار عبارة عن 12 صفحة ملونة، يكتبوا الرقم باللغة الانجليزية. انا حاطط في كل صفحة في رقم باللغة الانجليزية، مثلا يبقى الظاهر عبارة عن نقط 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 حمراء، وجواها رقم لا اخضر او نعم. نقط كتيره كلها اخضر وفي نصها احمر. وشطاره ان هو يجيب السكور طبعا. احسن حاجه 12 من 12. نقول الانواع منه ان هو فيه ابيض واسود اللي هو ده خالص ده، والحمد لله ده نادر جدا، او ان هو يكون عنده درجه من درجات ان يبقى شايف الالوان بالشكل الرمادي. دول النوعين الاساسيين.
لكن لو حبيتي ان نقسمه بطريقه تانية انها ممكن تبقى وراثي وممكن تبقى مكتسب. يعني انا ممكن بقى ممكن ايه ان انا مش هتولد وعندي الصبغات مش موجوده. يعني انا مفروض عاده هي بتيجي في الرجاله زي ما احنا قلنا وبتيجي اكتر في الاحمر والاخضر وبتيجي من الوالد. طيب زين لانها بتيجي على كروموسوم اكس. فلو جات لي يبقى انا مش هيبقى عندي صعوبه جدا ان انا اكتشف ان انا عندي عمى الوان الا بالاختبار اللي انا عامله على النت ده او موجود في كذا سايت طبعا. طيب. او اروح اكشف عند دكتور. حلو. اما المكتسب فده بيجي المريض بيكتشفها على طول. يعني انا كان مثلا بيجي لمين اللي عنده سكر وجه اطراف الشبكيه عنده تاثرت بشكل كبير وبدا مركز الابصار يتاثر هو كمان. او ان يكون في اصابه مباشره للعين وتاثر فيها الجزء المركزي او مقوله العين. او واحد بياخد ادويه من ادويه معينه ممكن تاثر على الالوان. سبحان او الناس اللي عندها جلوكوما ارتفاع في ضغط العين. ما هو العصب البصري ده بيوصل نبضات كهربيه. هو ده السلك اللي واصل ما بين العين والمخ. فلو كميه النبضات اتأثرت بالتالي هتوصل الالوان بطريقه مش مظبوطه. فتلاقي المريض تيجي الست مثلا عندها جلوكوما فتره طويله قوي تقول لك انا مش عارفه اللون ده ايه بالظبط, هو ده اصفر ولا اخضر, انا مش شايفه قوي يعني ما هي قادره تركز درجه. بس كان زمان كانت زي الفل. حلو. فدول بيكتشفوها بنفسهم بقى. يعني ده على طول بيجي المريض بيقول انا ما كنتش كويس. نعم. انا حاسس ان انا كنت احسن من كده. للاسف احنا الوقت دهمنا. شكرا لك وشكرا على تواجدك اليوم معنا دكتور انا محمد. اللي بشكرك الحقيقه وبشكرك كمان على اختيار الموضوع. يمكن يعني انت لو فتحتي اليوتيوب او هتلاقي على جوجل هتلاقي ناس قليلين جدا جدا اللي اتكلموا عن الموضوع.